الرحمن الرحيم السلام عليكم انا هشام مضيان كان قربنا محمد احيون ولد عمته بالنسبه للحاله الوفاه ديالو فهي ربما كان اعتقد بان حاله الوفاة الطبيعية ما كاين فيها لا مخدرات لا يحزنون غير المخزن جا صابو من مرمي هداك في الواد وهزوا دابا بالنسبه من الاسباب الوفاه باقي لحد الساعه القضيه في الغموض لان باقي في التشريح والسيد ما كيتعاطى لا المخدرات لا قويه ولا هذيك السيد كان كيقرا طالب في كليه الحقوق وبالاضافه لذلك فنان يعني كيرسم ما كين لا لا مخدرات ولا شي حاجه من هذا القبيل هذا ايوا وتعازينا الخاصه العائله ديالنا وجميع الشونيين اه بالنسبه اللي تراسل اللي في, في الجسم ديالو وربما في عنقه ولكن باقي لحد الساعه حتى واحد مجزم فيها باقي كل الجثرة في في هذيك في, البلوك تحلل وباقي ما كاينش شي شي على هذه الاطراسه اللي تسمى غا الاشاعات وباقي حتى واحد ما شافو الى بحال التظاهر راكم كتعرفوا بان الانسان ما كيتوفى بالأخص ملي كيكون باقي صغير كيكون شويه ديال الغموض في في الوفاة ضروري ماشي يبقاو في في المشاكل في الدار وشي داخل في شي ضروري كان كيتعاون مع مع الوالدين ديالو في الدار بحيث انه كيرسم الطابلوات وكيبيع مفوطه الحمام من, الاجانب وبزاف ديال الامور بحيث وعنده حانوت كيتعاون مع مع خوف في شارع المدقه اللي هنا من مورانا كيبيعو الطابلوات ورسام هادشي اللي كاين يعني نتوما كتعرفوا المغاربه كيتعاون كلشي كيتعاون مع بعضه كنطلبوا من الضابطه القضائيه ان تشوف الموضوع تبحث فيه وتاخذوا بعين الاعتبار باش حتى الا كانت شي شي شكوك ولا شي اشاعات تشد الافواه من اللي كيخرجوا الدعايات على عباد الله والاشاعات تاثرنا بالوفاه الاخ محمد كان الصديق ديالنا السيد اطيب خلق الله الله عمره راس العاد ظريف من ضابط فنان مع راسه هذا شيء في الصباح البارح في الصباح كان معانا هنايا كيبيع ويشري مع الاجانب مع السياح وكيضحك هذا قدر الله انا لله وانا اليه راجعون اللهم انا نسالك حسن الختام السيد الله عم راس العا كان ود الناس مادب مخلق حشومي فهمتي من يدير حد من يتقصر على شي واحد ماشي ما بلي بشي بلي قبيحه يعني بالدخان وصافي عاديه وهذا بقى فينا بزاف والله الا بقى فينا الله يرحمه بوبر هذا شيء كاين السيد فنان اللي يتعامل مع مع الاجانب مزيان وهذه واللي يرسم لهم الطابلونات وكيبيع ويشري فهمتي واللغه عنده اللغه كيتحاور كي معاهم وكيتعامل المعاملة ديالو مزيانة وكيرجعون عنده هذا شيء كاين الشهاده لله هذا شيء كنعرفوا عليه السيد الله عمر صلع الله يرحمه برحمه الله ما تفاجئنا بهذا الحديث الماساوي اللي وقع في المدينه الاخ العزيز علينا كان اخ أه طيب وولد طيب وفنان وتفاجأنا وانا كنت أسف على هذه الواقعة عادية ونتمنى ان ما توقعش في المدينة ما تكرر شيء و... والله يحمو أحمد الله والله يرحم جميع أموال المسلمين اجمعين انا السيد محمد حيون تفاجئنا نتبر... تفاجئنا هذا الصباح هذايا السيد مسكين جا عندي وكيتعامل معايا مزيان وكيتعامل مع السياح والسيد رسام السيد رسام يعني الناس كاملين كيفهمو السيد معقول مسكين وما عملت حتى شي حاجه زعما السيد معقول وجا البارح انا عند الحن، ديالي تعاملت معاه مزيان وخلصني وطلب على المسامحه مع الناس كاملين هنايا كيتعامل تع... 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 معاه مزيان السيد الله يعمر راسو لا راس مسكين كيتعامل والسيد رسام وجا جا عند الناس كاملين خلص لهم الدين ديالهم الحومه كاملين خلص لهم الدين ديالهم <applause>